اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده في المحترف مع التحليل الفني والتحليل عبر الارقام من خلال طبعا نجمنا ونجم التحليل العالمي محمد الباز اللي برحب بيه النهارده معانا في المحترف. مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن هاني. منورنا. نور حضرتك. دايما كده بتجيب لنا الكل جديد وكل مميز، والنهارده جايب لنا بقى الكريمه بتاعت التورته. بنتكلم على جارديولا والسيتي وازاي الشغل داخل الملعب، الشغل التكتيكي، الشغل على المستوى اللاعبين، على مستوى التمركز. فمحضر لنا ايه النهارده بقى بالنسبه للسيتي؟ احنا السيتي دايما يعني مع بيب جوارديولا العبقريه كلها، الانوفيشن، مصطلح الابتكار ده يعني اللي بيطبقه بشكل هايل جدا ممتاز جدا هو بيب جوارديولا. بيقولوا في مدرسه خاصه لجوارديولا، يعني مدرسه خاصه من ساعه ما كان موجود في برشلونه، واي نادي بينتقل ليه بينقل هذه المدرسه حتى لو كانت مختلفه. شفنا لما راح حتى البايرن، وانت عارف الكره الالمانيه وانت الماني وعشت في المانيا كتير، ليها طابع خاص، وكان من انتقادات كتيره جدا في الاسبوع الاول والثاني، لكن قدر يطبع مع مدرسته مع حتى الكره الالمانيه. فعايزين نعرف سر جارديولا ايه يعني؟ اسرار مع جارديولا، في اسرار كبيره جدا. مبدئيا في البدايه حابين نقول ان الزحام واللي بيحصل والتنافسيه الكبيره في الدوري الانجليزي في الموسم الحالي، مش بس بقى دلوقتي فرق نقطه واحده ما بين ليفربول والمان سيتي، لا ده على مستوى الارقام بكل اشكالها، سواء كان من الناحيه الهجوميه، من الناحيه الدفاعيه، من ناحيه الباصات، من ناحيه استقبال الاهداف، من ناحيه الكلين شيت، في تنافسيه شديده جدا ما بينهم. عايزين نكشفها برضو قبل ما نخش في التاكتكس ونبين الكلام ده. يعني هو مش مجرد نقطه، لكن كمان على مستوى الديتيلز بالنسبه لكل للفرقتين، اذا كان ليفربول او المان سيتي. صحيح، التفاصيل الصغيره ديت اللي طبعا بتعكس تكتيكيا وفنيا كتكتيكال او تكنيكس، التكنيك اللي بيظهر ده بيتعكس في الارقام برضو. يعني بنتكلم على اقوى خط دفاع في البريمير ليج لهذا العام، المان سيتي. المان سيتي استقبل 18 هدف، ثم ياتي طبعا تشيلسي 19 هدف، وبيزحموا طبعا ليفربول ب 20 هدف. كلين شيت يا كابتن هاني، برضه المان سيتي والليفربول الاثنين قد بعض، 17 مره كلين شيت. حلو. بالنسبه للجانب الهجومي، اقوى خط هجوم طبعا دلوقتي في الدوري الانجليزي هو ليفربول ب 75 هدف، وياتي بعده 68 هدف مان سيتي. في دايما تنافسيه في كل الارقام، حتى في اللونج بولز، حتى في التسديدات على المرمى. الاستحواذ طبعا هو مان سيتي، هو طبعا هو ملك الاستحواذ. ملك الاستحواذ 68%، وصل ل 68%، وهنكشف تكتيكيا في ارض الملعب ليه هم بيوصلوا لاعلى نسبه من الاستحواذ. ثم ياتي رقم 2 ليفربول ب 62%. انا شايف ان انت محضر لنا 3 فايل كده على مستوى البيلد اب، على مستوى بناء الهجمه، محضر لنا كمان على مستوى البريسنج، الهاي بريسنج اللي بيعمله، وكمان محضر لنا فايل كده لدي بروين ومفاتيح اللعب بالنسبه للمان سيتي. صحيح. نبدا بالبيلد اب. بالظبط، يعني تسمح لي قبل ما نبدا بالبيلد اب نتكلم على التشكيله الاساسيه للبيب جوارديولا اللي بيعتمد عليها دايما. طريقه اللعب بتاعته 4-3-3 زي ما احنا عارفين، دايما الاربعه طبعا ايدرسون حارس المرمى، الاربعه دايما اللي بيكون في قلب الدفاع زي ما احنا عارفين، لابورتا بدا يعتمد عليه بشكل كبير جدا، او روبن دياز او جون ستونز، ده الاجنحه بالنسبه له او الباكات بالنسبه له الاساسيين بقى، ووكر وطبعا كانسيلو العظيم اللي هنتكلم عليه النهارده بشكل كبير جدا. الثلاثه دايما اللي في نص الملعب، نتكلم على سيلفا طبعا يعني برنس نص الملعب هنتكلم عليه بشكل كبير جدا، نتكلم على معاهم دي بروين، وبنتكلم على رودري، ورودري مهم جدا في البيلد اب اللي هنتكلم عليه. وبالتالي دايما نتكلم على الثلاثه اللي قدام، جريليش ناحيه الشمال، ناحيه اليمين دايما لاما رياض محرز او جيسوس، او بيحصل روتيشن وسويتشنج كبير جدا، ممكن يلعب بسترلينج، وطبعا في الفودن في نص في مع الثلاثه ده كراس حربه او راس حربه. صحيح. هنتكلم عليه الأربعة 4-3-3. لو هنتكلم على البيلد اب، دايما البيلد اب بيبدا عندهم بشكل بيفتح مساحات ما بين الاجنحه والباكات، يوسع الملعب، يوسع الملعب علشان يبدا ان هو يسحب المدافعين. ليه المان سيتي اكتر نسبه استحواذ في الدوري الانجليزي لهذا العام، او عموما معروف عن المان سيتي الاستحواذ والريتم العالي، ودي مدرسه جوارديولا، مدرسه جوارديولا، لان كل لاعب من اللاعبين دول ليه دور هجومي. دايما بيطلب جوارديولا، بيطلب من كل اللاعبين دول كابتن هاني، يبقى فيه اكتر من باصات كتيره جدا في البيلد اب. البيلد اب لو هنشوفه بشكل في ارضيه الملعب،
زي ما كنا بنتكلم دايما بيفتحوا المساحات قلب الدفاع دايما رودري بينزل ان هو يستلم. هو دلوقتي كمان في الصوره مش باين الاثنين الباكات يعني الباك يمين والباك الشمال اللي هو بيبدا من السرد باكين ويبقى في رودري تقريبا هو راس المثلث مع وجود دايما ثلاثي في منطقه البيلد اب. بالظبط ده شكل البيلد اب المعروف عن المان سيتي ودايما هنحس شوف يعني اربعه دايما فاتحين الملعب. صحيح. الباكات ميزه الباكات سواء كان ووكر او كانسيلو في ناحيه الشمال ان هم بيلعبوا انسايدر ودايما بيبقى في باترن ما بينهم يا كابتن هاني يعني في حاله ان هم بيطلعوا بالهجمه في نص ملعب الخصم فدايما تلاقي ووكر بيغطي لجوه كانسيلو بيفتح الجهه الشمال ويكمل معاه. بيشتغلوا بشكل عكسي اللي بيفتح الثاني بيضم والعكس. بالظبط التفاصيل الصغيره اللي بيعملوها وبيب جوارديولا بيطلبها منهم هنا دايما رودري بيلعب دور كبير جدا ان هو بينزل ما بين الخطوط ان هو يساعد قلب الدفاع او السرد باكات في بناء الهجمه وبينقل الشكل دوت. دايما بيحصل روتيشن ما بين رودري ممكن تلاقي مره تلاقي دي بروين هو اللي نزل يستلم الكره وسيلفا. او سيلفا هو اللي نزل يستلم ورودري خد مكانه. الروتيشن السريع اللي بيحصل ما بينهم في ارضيه الملعب. طيب ده كمان على مستوى تتكلم على مستوى لو البيلد اب من تحت من ناحيه ال 18 من حراسه المرمى لغايه بالتدريج من خط الدفاع للوسط للخط الهجومي. صحيح. الصوره دي بتبين في الجزء خلاص عملت لي استحواذ اللي بيقوم بيها جارديولا. بالظبط يعني ده في نص ملعب الخصم. صحيح. دايما هنلاقي المثلث المشهور عنهم سواء كان مع كانسيلو بينزل لهم جريليش من ناحيه الشمال او البيلد اب بيقرب طبعا رودري لكانسيلو يبداوا يبنوا الهجمه. هنا في بناء الهجمه من نص ملعب الخصم عايزين نركز مع فودن. هنا فودن ده لا المهاجم الوهمي التسعه الوهمي اللي دايما بيعمل. صحيح. ليه دور كبير جدا هنا بيطلبوا منه بيب جارديولا في التحركات. عيننا على رودي فودن دايما في الفودن تلاقي معاه اتنين لما بينزل فودن عشان يوسع المساحه عشان يبدا ان هو يستلم الكوره سواء من رودري او من سيلفا دايما اللي بيبقى ليه دور كبير جدا في بناء الهجمه. يعني بص حضرتك يا كابتن هاني هو بينزل طبعا بياخد المساحه ما بين الخط الوسط وخط الدفاع وبينزل هو خط الدفاع بيكون متمركز بشكل لكن الجزء ده هو اللي بيستلم فيه بيكون عنده مساحه انه يستلم بشكل افضل يعني. بالظبط وده الروتيشن اللي بيحصل دايما لما نلاقي فودن بينزل هنا اكيد دي بروين موجود في حته ثانيه فاضيه في الملعب. مزبوط. عشان يخطب سواء ناحيه شمال او ناحيه يمين بيكمل مع جريليش ناحيه هنا نزل فودن على طول فضى مساحه هنشوف بعد كده هتلاقي تحرك من دي بروين اتلعبت الكوره لفودن اتلعبت الثاني مع رودري ومع سيلفا واترمت لدي بروين حطيته طبعا في مواجهه المرمى وترجمت لهدف. وده اللي بنتكلم برضه عشان الناس تفهم ان عمليه راس الحربه الوهمي انه ممكن جدا بينزل لكن المساحه اللي بيخرج منها بيخش فيها عنصر ممكن جدا يكون دي بروين ممكن يكون سيلفا ممكن الناحيه الثانيه بيكون حتى رياض محرز بيخش فيها بشكل كويس. بكل تاكيد وده الادوار اللي بيلعبها دايما الروتيشن السويتشنج اللي بيطلبه بيب جوارديولا من لعبته دايما التمركزات هم دايما التركيز على الريتم العالي والتمركزيه يعني على عكس من ليفربول لما كنا بنتكلم على الديناميكيه واللي هي مركزيه ما بين هندرسون وصلاح و يعني لاعبين كتير. وطبعا الجمله بتتكلم ان انت في خلال عدد قليل من الباسنج ممكن جدا يكون في اختراق بشكل جيد واقتراب من المرمى بشكل كبير جدا وسرعه عاليه جدا ريتم سريع جدا حط طبعا دي بروين. طيب عشان وقتنا برضو محمد ده البيلد عايزين كمان موضوع البريسنج يعني هو معاه الكوره بيشتغل بشكل كويس بيعمل بيلد اب كويس وعنده تحركات بالنسبه لعمليه الضغط. صحيح في حاله عدم الحياز الكره او الكره مع الخصم الضغط دايما بيكون عالي جدا يعني واللي بيطلبوا منهم بيب جوارديولا في الاريا او المكان اللي موجود فيه الكوره لازم هتلاقي موجود بتاع 5 6 7 كثافه عدديه كبيره جدا ضغط عالي جدا ودايما بيقربوا المساحات زي ما احنا شايفين ما بيدوش للمنافس اي فرصه ان هو يتنفس في ارض الملعب يعني. صحيح. دايما 6 7 حضرتك يعني 7 لاعبين من المان سيتي دايما بيخنقوا على الخصم بيقفل عليهم بشكل كبير جدا عشان يقطع الكوره ده اللي بيطلبه جوارديولا وجود الكوره لازم يكون موجود عدد كبير في جدا كثافه عدديه كسافة وفي ضغط عالي في اتجاه واحد من الملعب. صحيح فبالتالي ده بيلعب دور كبير جدا في حاله ان هو قطع الكوره بيدي مساحه طبعا لدي بروين هو يقطع او محرز بيكون في الجناح اليمين فاضي ان هو يكمل بشكل كبير جدا وده كمان صوره مختلفه ان في عدد كبير من لعيبه المان سيتي. وخلي بالك برضو محمد دي نقطه مهمه جدا لان كان برشلونه بيعملها انك الغرض ايه انك تقطع الكوره في
في مسافه تكون قريبه من مرمى الخصم، انك بتقطع الكره، لو قطعت الكره هنا انت اوريدي مقرب من منطقه الجزاء. بالظبط، يعني امثله كتيره يعني شفناها لماتشات مختلفه، ده امام تشيلسي ايضا دايما هتلاقي الضغط العالي بشكل كبير. جريليش يعني عايزين نقف عنده، هنتكلم عنده مع الحالات القادمه. جريليش ده هو المفتاح دلوقتي، كنا بنقول ان هو صفقه فاشله في بدايه الموسم بالنسبه لمان سيتي، ولكن لا، جريليش هو بيطبق التكتيك اللي عايزه منه جوارديولا بشكل كبير جدا مع كانسيلو، بيضم معاهم طبعا سيلفا كمثلث ناحيه الشمال. صحيح. بشكل كبير. صحيح. جدا دي كمان صوره مميزه جدا للضغط العالي اللي بيقوم بيه طبعا المان سيتي امام معظم الفرق دي، امام تشيلسي والادوار الدفاعيه نقدر نقول بشكل مميز. ودايما مهم جدا انك دي كمان لقطه الثلاثه اللي بيقفلوا مع طبعا ده كان جيزوس، هو تقريبا هو اللي موجود كراس حربه، وبالتالي كمان ضغط عالي في الجزء الاخير من الملعب او الجزء الاول من ملعب الخصم. ملعب الخصم بالظبط. طيب نخش على الفيديو الاخير هنا. دي بروين، دي بروين دي عشان الناس تفهم مفاتيح لعب جدول. بالظبط، مفاتيح اللعب لما اتكلمنا في الهاي بريسنج، الضغط العالي والريتم العالي والبيلد اب، عنده مفاتيح للعب اهمهم وابرزهم هو دي بروين. صحيح. دي بروين اللمسات السحريه، تحركات دي بروين، هنشوف مع بعض قد ايه هو بينزل، قد ايه هو بيستلم، سواء كان من نص ملعبه بيبدا الهجمه وقلنا بيساعد في البيلد اب، او طبعا في الجزء الامامي الثلث الاخير. دايما دي بروين يا كابتن هاني بيوجد لنفسه المساحه، بيخلق لنفسه المساحه. طب دي ما بتتعملش بشكل عشوائي، لا، هو زي ما قلنا الروتيشن اللي بيحصل في ارضيه الملعب السريع، وما بين فودين ما بين جريليش ما بين التحركات السريعه دي، دايما بتفضي مساحه لدي بروين هو يكون متواجد. يعني ده مثال دي بروين فين؟ في نص ملعبه، نزل عشان يساعد في البيلد اب باستلام الكوره بالشكل دوت، عنده مساحه كبيره جدا ان هو يعني يتحرك في المساحه الفاضيه، وبالتالي عنده حريه او عنده الوقت ان هو يتصرف بشكل كبير يعني. تمام، لو احنا هنكمل، دايما دي بروين بيستلم بظهره، بيبدا ان هو يفتح يعني بيبقى عنده السكريننج بتاع الملعب كله، شايفها بشكل كويس جدا، يبدا يضرب الخصم، لمساته سحريه جدا اون تايم بشكل سريع جدا، التحركات زي ما شفنا، حتى ولو بصينا في اقصى الصوره هتلاقي جريليش دايما في واحد فاضي. صحيح، ودايما هو اللعب طبعا راس الحربه انه الباسنج بيقطع الباص التمريره البينيه اللي بنقول عليها، اللي هو راس الحربه بيقطع خط الدفاع، وان تايم الكره بتتلعب، وكمان بتتلعب بدقه عاليه جدا جدا يعني. دقه التمرير الكي باسس الاسيست اللي بيعمله دي بروين يعني بيساهم بشكل كبير جدا، لاعب مؤثر جدا في المان سيتي. في امثله كبيره جدا او كتيره جدا يعني ممكن نتكلم عليها لدي بروين، يعني عايز حلقات نتكلم على دي بروين. صحيح. واهميته ودوره الكبير الفعال جدا مع المان سيتي. انا عايز اقول حاجه سريعه كاحصائيه سريعه جدا في تحليلنا في الكره الاوروبيه، هناك اثبتت ان ناحيه الشمال عند المان سيتي زادت النسبه الهجوميه عندهم 41% مقارنه بالسنه اللي فاتت 39%. كنت بتكلم على جريليش، والسبب هنا هو جريليش. صحيح. جريليش وتطبيقه للتاكتكس اللي عايزه منه جوارديولا بالمثلث مع سيلفا او دي بروين بقرب معاه، او طبعا كانسيلو. كانسيلو بالمناسبه مساهم في 5 اهداف كاسيست، واحرز هدفين او ثلاثه يعني، وباك يمين يعني، او سوري باك شمال. لا طبعا يعني كانسيلو عامل شكل اكتر من رائع، وانت كمان يا محمد بصراحه بتقدم لنا يعني فقره مميزه جدا، وبتتكلم بره الصندوق يعني كل اللي بنتكلم عليه جارديولا، اتكلمنا على ثنائيات في ريال مدريد، وان شاء الله محضر لنا حاجات كتير ان شاء الله. دايما منورنا ومشرفنا. شكرا لحضرتك يا كابتن هاني. شكرا جزيلا لمنورنا ومشرفنا. شكرا. قبل ما انهي حلقتنا النهارده، اكيد بفكر حضراتكم كنا عاملين يمكن استفتاء في الاسبوع اللي فات، وكان السؤال هو تتوقع فوز مين، ليفربول امام برايتون؟ ده كان سؤالنا في الحلقه اللي فاتت، وكان طبعا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي على قناه النادي الاهلي هناخد الفائز. يعني في جات لنا حاجات كتيره جدا، وخلينا بس نشوف كده الرول. وطبعا المباراه انتهت طبعا بفوز ليفربول 2-0، نشوف مع حضراتكم ونعمل رول ونشوف الفائز بمسابقه الاسبوع اللي فات مين. يلا جاهزين؟ طيب ستوب. احمد عادل، احمد عادل، وكمان قال النتيجه بالظبط، فوز ليفربول 2-0. مبروك احمد عادل هو اللي فاز معانا طبعا توقع نتيجه ليفربول امام برايتون والفوز 2-0. احمد عادل مبروك، وان شاء الله الفريق الاعداد هيتواصل معاك ليه طبعا استلامك تيشيرت النادي الاهلي.
النهارده عندنا مسابقه اخرى او عندنا تتوقع مين؟ طبعا في كلاسيكو الارض بنتكلم على ريال مدريد برشلونه الجوله القادمه من الدوري الاسباني. توقع نتيجه مباراه الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونه. تواصلوا معنا عبر طبعا صفحه قناه النادي الاهلي على تويتر وعلى فيسبوك وعلى انستجرام، وان شاء الله باذن الله يوم الاثنين نكون معانا فائز بهذه المسابقه. كده وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من المحترف، ان شاء الله ليا لقاء مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.